بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني وأخواتي أبناء الشعب العراقي الكريم، السلام عليكم. أنا فوميو إيواي، سفير اليابان في العراق. بارك الله فيكم لانتصاركم على قوى الظلام الداعشي في أرض عاشور التاريخية، أرض الموصل الحدبة. اليوم قلوبنا مليئة بالبهجة بتحرير وعودة الموصل إلى أحضان الحضارة وطرد الإرهاب الأعمى الذي عاث في أرض فسادا ودمارا. لقد قدم العراقيون تضحيات كبيرة طوال السنوات والشهور الماضية، ونذكر بالتحديد هنا أبطال العراق بمختلف طوائفهم وأعراقهم الذين قدموا أغلى ما يملكون ليحيا الشعب العراقي حياة كريمة، ونذكر أيضا أهالي الموصل الذي لاقوا أبشع صور الاضطهاد الوحشي. يا أبناء الشعب العراقي الكريم، إن الترحم لأولئك الشهداء البواسل بمجرد القول لا يعطيهم حقهم كفاية، بل يكون الترحم الحقيقي هو عبر تحقيق إعادة البناء لهذا البلد، كما أقسم أسلافنا اليابانيون لأرواح شهدائنا في الحرب على بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. ولذلك ندعوكم جميعا للتكاتف وتكريم أولئك الأبطال والأبرياء الذي ضحوا بأنفسهم من أجل العراق عبر توحيد الجهود والتحلي بالصبر لتجاوز العقبات التي تواجه هذا البلد العريق. اليوم تعود الأرض لأهلها، ويبدأ العراق عصرا جديدا من الازدهار والإعمار. ومن هنا نجدد باسم الشعب اليابان وحكومة اليابان عزمها على الوقوف بجانب العراق في طريقه إلى التعافي. وفي الختام نسأل الله تعالى عز وجل أن يمن على الشعب العراقي بدوام السلام والمحبة والتعافي. والسلام عليكم ورحمة الله.